بسم الله الرحمن الرحيم. عليه نتوكل وعليه نستعين. مقام الرئيس محمد الشيخ الرزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الوطنية الشقيقة والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي. مقام الرئيس نعم أبو عبد الله أحمد أبو رئيس جمهورية الشقيقة. أصحاب الأقوام والأحزاب والجماعات الاقتصادية الإقليمية والأهلية الإقليمية. معالي السيد رئيس الجمهورية الاتحاد الأفريقي السيد نصر الفقير. السيدات والسادة، يسعدني أن أنقل إليكم تحيات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي شرفني بتمثيله وبإلقاء كلمته هذا الأسوار. بسم الله الرحمن الرحيم. مقام الرئيس والأخ العزيز محمد بن الشيخ العزواني رئيس الجمهورية الإسلامية للمنطقة الشقيقة والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي. مقام السيد نانا أدوى أنتوى أركوتو أدوى رئيس جمهورية الشقيقة. أصحاب المقامة ورؤساء الجماعات الاقتصادية الإقليمية. معالي السيد رئيس الجمهورية للاتحاد الأفريقي. السيدات والسادة، يطيب لي في مستهل كلمة أن أتوجه إليكم بخاصة التهاني مقام الرئيس على إدارتكم الحكيمة بأشغال خدمتنا وعلى الجهود المضنية التي ما كتبتم تبذلونها منذ توليكم رئاسة الاتحاد الأفريقي في سبيل آلاء صوت طاقتنا والدفاع عن مصالحنا في مختلف المحافل الدولية. كما أقدم هذه الرسالة مجددا لكم خاصة التهاني بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، متمنيا لكم دوام التوفيق والسداد في أداء مهامكم السامية خدمة للشعب الموريتاني الشقيق. كما لا يفوتني أن أتقدم باسمي لأسمع عبارات الشكر والتقدير لمقام الرئيس آدم تنبوى أطلق آدم رئيس جمهورية بلد الشقيقة على كرم الضيافة وحفظ الاستقبال وعلى دعمه المتواصل للعالم بالحق المشترك في جميع الأعاليه. إنما يلحق بقارتنا من تطورات متسارعة دولية وما يشوبها من أزمات تنامية تأخيرية يفرض علينا اليوم تكثيف جهودنا المشتركة وحشد قدراتنا الجماعية من تكريس مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية. فهذا المبدأ الذي أرساه الآباء المؤسسون ومنظمتنا القضية لم يكن يوما مجرد شعار أجوف، بل كان ولا يزال هدفا استراتيجيا بكل ما تحمله هذه العبارة والمعنى وبكل ما يفضي إليه تجسيدها على أرض الواقع من نتائج نتطلع جميعا أن تساهم في بناء مستقبل أفضل لشعوبنا الشقيقة. ومن هذا الموضوع تنفي حقيقة تدعيم أركان البنية القارية للسلم والأمن عبر استكمال تفعيل جميع الآلياتها المعنية بالوقاية من النزاعات وتسويتها وفي مقدمتها القوة الإفريقية الجاهزة، وذلك قوة توظيفها أحسن توظيف في الاستجابة للتحديات الراهنة. ومن جانبنا فإن بلاد الجزائر التي تتولى رئاسة قدرة الإقليم شمال أفريقيا أحد المكونات الخمسة للقوى الأفريقية الجاهزة تواصل جهودها من أجل تعزيز الجاهزية العملية لهذه الآلية الإقليمية وتمكينها من تقديم مساهمات فعلية وفعالة في حفظ السلم والأمن في أفريقيا. ولا يمكنني هنا أن أختم هذه الفرصة بأثني عاليا على جهود الدول الشقيقة المنخرطة مع بلادي في هذه الآية، جمهورية مصر العربية الشقيقة ودولة الليبيا الشقيقة والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الشقيقة. وفي هذا اللقاء فإننا نسجل بكل اعتزاز الإعلان الذي قابل بنشره مفوضية الاتحاد الأفريقي لتأكيد جاهزية كاملة لقدرة الإقليم شمال أفريقيا، وهو الإعلان الذي يأتي تتويجا بسلسلة من الزيارات العقودية التي سمحت بخبراء كل من الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأمم المتحدة بالاطلاع على ما تحوز عليه هذه القدرة من
من إمكانيات عسكرية ومدنية ولوجستية تؤهلها وفقا للمعايير الدولية للمشاركة في عمليات حفظ السلام على المستوى القاري. ومن شأن هذا الإعلان أن يشكل حافزا قويا لدول الأعضاء من أجل مضي قدما في التحضير والإعداد للتمرين الميداني المقرر أواخر عام 2020 بخصوص محاكاة عملية نشر حركة للعالم السلام، وهو التمرين الذي يستهدف الحفاظ على المستوى العالي من الجاهزية وضمان استجابة سريعة وفعالة تجاه الواقعيات المستعجلة والحالات القارئة. وعلى ضوء هذه التطورات المشجعة تؤكد الجزائر على ضرورة تعزيز المكاسب المحققة وتدعيم النتائج المحرزة وتتقدم بالتوصيات الأربعة التالية. أولاً، الترحيب بإعلان جاهزية طول القطرين شمال الخيط. ثانياً، توفير الدعم الضروري واللازم للأمانة التنفيذية لطول القطرين شمال أفريقيا في أفق تنفيذ التمرين الميداني المبرمج والذي سيشكل إضافة نوعية لإعداد وتحقيق القوة الإفريقية الجاهزة برمتها. ثالثاً، التعجيل باعتماد مذكرة التفاهم المتعلقة بالقوة الإفريقية الجاهزة بين مفوضين الاتحاد الإفريقي للشام والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية من جهة أخرى. رابعاً، المضي قدما في عملية مراجعة المفهوم الاستراتيجي للقوة الإفريقية الجاهزة لجعلها أكثر التصاقا مع عقيدة الاتحاد الإفريقي بخصوص عملية حفظ السلام وتوفير الدعم اللازم لها كجزء لا يتجزا من بنيه الافريقيه والسلم والامن. السيد الرئيس، اصحاب المقام والمعالي، السيده الوساده، لا شك ان الوقت قد حان لتفعيل دور القوه الافريقيه الجاهزه في تجسيد افريقيا التي نريد افريقيا امنه ومستقره وافريقيا مندمجه ومستهله وافريقيا تساهم بكل مسؤولية في معالجة التحديات التي تواجهها في مجال السلم والأمن. وفي هذا الإطار نجدد لكم عزم الجزائر التام للعمل بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة من أجل الدفاع عن مصالح قارتنا وإعلاء صوتها وحشد دعم مساعينا المشتركة لتمكين قارتنا من لعب دورها الكامل في مجال حفظ السلم والأمن في أفريقيا وفقاً لمقتضيات ميثاق الأمم المتحدة في انتظار تصحيح الطرق التاريخي على قارتنا فيما يخص تمكينها على مستوى مجلس الأمن الأممي، خاصة وأننا نعيش اليوم مشهداً دولياً متقلباً ومتأزماً يرفعه التنامي وأرى النزاعات وسط عجز المجموعة الدولية عن تحمل مسؤولياتها في استفاق السلم والامن الدولي. ولعل ابرز دليل على ذلك حرب العباد العاجيه التي تشنها قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني الاعزل والذي يجدد من هذا المنبر تضامنه راس معروف ويؤكد له دعمه الثابت الى غايه استرجاع حقوقه المشروعه كامله وعلى راسها إقامة دولتها المستقلة وعاصمتها الفلسطينية. وفي الختام أجدد شكري لكم مقام الرئيس على قيادتكم المتبصرة لمنظمتنا وتمنيا كل النجاح لاجتماعنا اليوم في سبيل تعزيز عملنا المشترك وتحقيق الأهداف السامية التي سطرها الآباء المؤسسون لمنظمتنا ومن ضمنهم الرئيس الغاني الراحل وامن المنظومة. شكرا لكم، كرم الاصغاء والسلام عليكم ورحمه الله.